Это мама. Это костюм. Это костюм. يا اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير وعافيه وصحه، ان شاء الله تكونوا فرحانين، ان شاء الله تكونوا سعداء، ان شاء الله تكونوا راضين، ان شاء الله تكونوا مستبشرين بالنهار هذايا. شكون يحب يمشي تحت المطر في خاصه في فصل الخريف هكا ويعفس على اوراق الخريف اللي مزينه برشا وتداوي الروح كما نقولوا. دونك اليوم نهار باش تقضيوه معايا ان شاء الله روتين مسائي. اول حاجه باش نبدا لكم بالمناظر الجميله هذيا، وانا ماشيه نجيب في ولدي من حصه الدين، خاطر لهنا قانونيا الصغار ما المسلمين ما يقراوش حصه الدين، فما حالين يا انت تروح بولدك يا يحطوه في قسم واحد اخر. دونك فما ورقه تتصحح من لي بارون وتتعاود ترجع للاداره، وحاجه قانونيه وما تخافوش من الحاجه هذيك. المهم انت في اول العام يلزمك الورقه هذيك تعمرها وتصححها وتهزها للاداره. دونك كان فما حاجه تحبوا تسالوا عليها خليوا لي في لي كومونتير، ونقول لكم راهو من الروضه حتى كش للي يوصلوا معناها للباك ما المسلمين ما يقراوش الدين، وهذا حاجه يكفلها لكم القانون الايطالي. دونك روحت به هنا لهنا، اما لهنا راهو حتى كبار يقراو في معناها في السيكوندير، راهو الام هي اللي تخرج الصغير ما يخرجوش وحدهم، زاد هذه ردوا بالكم منها. دونك لهنا روحت الثنيه محلاها، شوفوا الخريف ما شاء الله والمطر تصب هكا. الحقيقه الفصل هذا جاء خريف 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 بأتم معنى الكلمه، معناها بالريح بالمطر بالوراق المتساقطه، ماهوش كيما السنايات الاخرين يجي سخون، احنا جينا خريف بكل أتم معنى الكلمه. نشوفوا نروح للدار نشوفوا شنو باش نعمل. بعد ما فطروا الاولاد ونظمنا الكوجينه ونظفناها، اليوم باش نستغلوا ساعتين في الروتين المسائي في نهارنا باش نعملوا بحاجه منفعه للصحه منفعه للجيب ايكونوميك بون، وزيدا خاصه انها تربحك برشا برشا وقت وتكون انت ضميرك مرتاح تعرف ولادك شنو باش ياكلوا. في نفس الفيديو باش كل مره نعطيكم حاجات معناها جربتها وما عادش نستغنى عليها، كيما نقولوا احنا مفضلات الشهر ومن شهر لشهر نعطيكم مفضلات. اول حاجه من الحاجات اللي ديما نحكي لكم عليها والناس حتى اللي ما نجموش يشريو روبويت غاليين برشا، الماكينه هذه اللي ترحي خاصه للي متغربين ولا حتى في تونس ترحي كميات بسيطه راهي هايله 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 على الاخر، وتخليك خاصه انك تاكل حاجات صحيه. ثانيا هو الشوفان، هذا حاجه من الحاجات اللي ما عادش نستغنى عليها، كل شهر نشريه سوم نتاعو 2 يورو. وفي نفس الوقت باش نقول لكم الحاجات قداش سومها باش تعرفوا نتوما هكيكا كيفاش معناها ايكونوميكمون ولا كيفاش العيشه حتى هنا. دونك هذاك بيو و 2 يورو السوم نتاعو، الحبه نتاعو تكون ماهيش كي الملقشه، شريوها الكامله باش كي ترحيوها هذيك ما يلزمش ترحاها كيما احنا نقولوا للي يولي فارينه، خليوها هكا مرحيه معناها كيما نقولوا احنا تنجم تمسو هكا بيدك كيما السميد. ها باش نرحيهم بعضنا، الآلة العجيبة متاعي هذايا اللي نحسب روحنا بدينا منه الجديد قلنا احنا، دونك راهي موجودة في أمازون وتوا رخصت، والحقيقة حاجة عملية أنا نراها عملية على الآخر، صوتها تنجموا فيسع فيسع ما ترحي، دونك دقائق ترحيوها والصوت متاعها مش مشكلة كبيرة. ردوا بكم الموسم متاعها هو الماضي، ذيك كي تحلوها يلزم ضوء طافي تمسوا بيديكم كيفاش، انا ديما هكا شوفين نخليه كيما السميد هكاك تكون القيمه الغذائيه نتاعو على المعده خير.
الشوفان انتم تعرفوا نجمو نعملو به لي كيك، نجمو نعملو به حتى الشرب الحاره، نجمو زيدا نعملو به كيما البسيسه وعملتهالكم عام ناول، وخاصه نجمو نعملو به كيما العصيد الصباح لاولادكم سواء صغار ولا كبار ولا حتى لامهاتكم ولا حتى لكم انتم كنوع من تغيير الفطور الصباح. دونك شنو اليوم احنا نرجع لكم للموضوع نتاعنا اليوم، انا باش نعمل لكم الروتين المسائي هذايا كيفاش نعديه هنا وصغاري، وخاصه فك الوقت اللي يقعدوا هما على الاقل ساعه ونص بعد ما يروحوا يقعدوا يلعبوا ولا يشدوا تليفونهم، انا فاش نستغلوا. قلت لكم المره اللي فاتت راني اكتشفت ان الوقت عامل مهم في حياتنا باش يما نقدموا يما نقعدوا في بلاصتنا. الماكينه هذه احسن حاجه فيها اللي الماده المعموله بها حاجه صحيه على الاخر ما تلصقش. احنا اليوم باش نعملوا الجوتي اللي هي اول حاجه باش تكون صحيه، ثانيا باش تكون اقتصاديه، معناها باش نقول لكم قداش سومها، مش هي اقتصاديه خاطر انت كي تاخذ 10 ولا 20 الف تشري بهم جوتي باش تعملها نتاع جمعه كامله، تلقى حاجه للصباح حاجه للعشيه حاجه عملتها بيديك حاجه نظيفه حاجه ما فيهاش مواد حافظه، حاجه ضميرك مرتاح. دونك شنو باش نعملوا احنا اليوم؟ باش نعملوا اول حاجه باش نبداو بالملكة الحاجه الخريفيه التونسيه، هو خبزه الدرع. وحضرنا المكونات الكل باش الفيديو يجي ظاهر، ونبداو مع بعضنا ونشوفوا خبزه الدرع كيفاش نعملوها بالطريقه نتاعي اللي تجي بنينه 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 وناجحه 100%. باش ناخذوا 3 كعبات عظم، العظم هذايا متوسط خاطر راهي تفرق، معناها العظم الكبير المتوسط العظم الصغير. باش تنجموا تستعملوا التراب الالي ولا التراب اليدوي، انا نستعمل التراب اليدوي لهنا باش فيسع فيسع هكاك نكمل الجوتي، خاطر الفيديو باش يجيكم هكا فيه مش كان خبز درا في برشا حاجات اخرين. دونك باش ناخذ السكر البني، هذاك السكر البني يعطي جو بنين خاصه البنات في الحاجتين باش نعملهم انا، خليكم الحاجه الثانيه بنينه برشا لاولادكم. دونك باش نقيس 3 كعبات عظم، خذيت عليهم انا 4 مغارف سكر البني. الكيس هذاك نعطيكم طريقه، مثلا مره تشري حاجه الوزن نتاعها 100 غرام، تاخذ كيس وتقيسه باش تقعد لك هذاك تشوف الكيس هذاك قداش يوزن. انا الكيس هذا يهز 100 غرام، دونك ديما نستعمله. خذيتو لهنا ربع زيت زيتونه خاطر زيت زيتونه هذا نتاع تونس قوي، كي باش تستعملوا زيت ما ننصحكمش الحقيقه انا بزيت عادي، كونش تستعملوا زيت وزبده باهي، اما هي خبزه الدرع راهي بنتها على زيت الزيتونه. وباش ناخذ ربع حليب، كي باش تستعملوا ياغورت طبيعي اعملوا معناها نص كيس تجي بنه زاده مع الياغورت الطبيعي، نركضوهم بالكدا خاطر السكر البني هذاك هو ديجا خشين كيما الملح الخشين، لازم يتركض بالكدا. وبعد باش نقيسوا احنا القياس الخبز الدرع، خبز الدرع اليوم باش تكون صحيه 100% تنجموا تنحيوها السكر هذاك اللي ما ياكلوش السكر مثلا ولا اللي عندهم امراض ان شاء الله ربي يشفي الناس الكل. باش ناخذ دونك الكاس هذاك عبيته بالشوفان، وبعد باش ناخذ كاس درع وباش نكمل بالدرع، دونك باش نخلي الدرع هو اللي يغلب. دونك باش تاخذ هي كاس شوفان وكاس ونص درع، مي لهنا باش نحط لكم باش نركز على النقطه هذيا، راهو الدرع ثقيل معناها ينجم كيما ياخذ لك كاس ونص كما ياخذ لك كاس وربع. شوفان ما يشربش معناها فيسع فيسع الماء، اما السائل سامحوني، اما الدرع راهو يشرب فيسع فيسع السوائل، دونك تبعوا بشويه بشويه. وراي خبزه الدرع ما تكونش هكا ملبده كما نقولوا، لازم مخدومه بالكدا 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 مدخل فيها الهواء، وماهيش معناها ماهيش جاريه ماهيش عاقده برشا، بليتو تجي شويه جاريه خاطر كيما قلت لكم الحاجتين هذوما الزوز يشربوا السوائل وباش ما تجينيش هكا كيما احنا نقولوا تغصص. بعد هذوكم باش ناخذ زوز ساشيات خميره، اما انا راهي 8 غرام، يعني انتم اللي تاخذوا اللي فيها 15 غرام ولا 17 غرام هوني يتباعوا، وكل ماده نحطوها نخلطوا بالكدا. تنجموا تستعملوا الركاز تاع الكورون معناها خير لكم هذاك فيسع فيسع، اما انا هوني خير لي للتصوير واسرع لي. دونك وبعد العطرشيه خذينا مغرفه كبيره عطرشيه، البنه نتاع خبز الدرع هي على 3 حاجات الحقيقه، زيت الزيتونه والعطرشيه
والحاجة اللي نشوفها أنا هي شوية تمر، شوية تمر هكا يبننها ويعطيها أكل الحلاوة هكا اللي مميزة. بيان سور كان معناش هذوما رانا نجمو ما نستعملوهمش، وان شاء الله كي نبرا بيبدا عنا نزيدو نعاودو الريسيت، ما تحيلوش، تنجمو تنحيو الاضافات هذوما الكل وتستعملوها عاديه وكهو. دونك استعملت لهنا البوفريوه، خبز الذره زاد يجي معها بوفريوه ابن من اللوز، واستعملت لهنا التمر، كعبيت هكا تمر والله هذوما جبتهم من تونس الحقيقه، مخليتهم هكا في الفريجيدير، دونك كل مره نجبدهم هكا نستعمل بهم حاجه. كما انا تنقول لكم هذه قداش تكلفت لي، دراجة جبتو من تونس 2 يورو نتاع الشوفان نون بلو، العظم احنا لهنا المتوسطة هذيك 10 كعبات 2 يورو، زيت زيتون جبتو من تونس، معناها كي تقول انت 5000 عملت بها الخبزة هذه اللي ان شاء الله تشد، انا تشدني هذه نهارين ثلاثة. حاجة باش نقول لكم، كي تحضروا الحاجة هذوك ما تعملوش مثلا حاجة بركة، استعملوا حاجتين باش تنجموا تبدلوا بهم، معناها نهار تحطوا لهم الحاجة هذي كدرع مثلا، ونهار تحطوا لهم الحاجة الثانية اللي باش نستعملوها تو. هما ما يقلقوش، نعرف خاطر من الصغار كي تعطيها حاجة نهار اثنين ثلاثة يقلقوا منها. الخبز الدرع جلجلين حطينا فوق منها، وباش نزينوها زيدا كيما قلت لكم بشويه بوفريو اللي قسمناهم وشويه التمر اللي قسمناهم، معناها ميم با لهنا يكون التمر، ميم با التمر يكون 5 كعبات، والبوفريو ميم با معناها 50 غرام. هذوما الكل كي تلمهم معناها كي انت جبتي شويه حاجات من تونس وعملتي كيفينا خبيتيهم في الكونجيلاتور باش تستعمليهم في الأوقات هذوما، تسمي بديتي تفهمي في الاقتصاد وخاصة في الظروف هذه. إن شاء الله ربي يكون مع الناس الكل. الخبزة صحية مغذية، تاكلها وعينيك مغمضة، نظيفة، عملتها بيديك، عملتها بكل حب، عملتها بكل فن. حاجة من الحاجات اللي نصحكم عليها ديما، ونقول لكم خير من يساوي واحد ساعتين يقعد شاد التليفون، ولا يقوم الصباح يجري هاو ندرى شنو عمل، هاو جبد الحليب باش يعمل كريب. ديما يلزم عنا تحضيرات، يلزم ديما فريجيديرنا احنا نخليوه معبي واحنا نخليوه فارغ، خاطر احنا كان نقعدوا مثلا ما نعملوا حتى شيء، باش تحل الفريجيدير نتاعك ما تلقى حتى شيء، وما تلقى ما تعمل لولادك، وتضطر باش تمشي تشري لهم حاجات اللي هما 5 يورو لهنا يجيبوا حاجتين راهم كلهم مضرة. هذه هي الحاجة الأولى باش نحطوها أبار، ونتعديو للحاجة الثانية اللي باش نعملوها ويموتوا عليهم الصغار. ما تنسيوش أكل الخط هذاك اللي نستعملوه في أي كيك باش ينفج، يقول لنا هكا معناه الهواء يدخل فيه وتطلع الخبزة بنينة. في نفس الوقت خلينا هذه كامزنا مش عنيش الفور، خاطر باش نستعملوا زيد الفور الحاجتين اقتصاد في الضوء ولا الغاز الفور اللي عندكم. باش نعمل لكم لهنا براونيز بنة 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 ويموتوا عليه صغار وكبار. حطينا الزبدة كيما انا نقول لكم بالمغرفة، معناها مغرفتين زبدة، ولهنا نعطيكم زبدة كي تشريوها تبقى مكتوبة 25 غرام 25 غرام، نجمو تقصوا كل 25 غرام وحدها وتحطوها في الفريجيدير متاعكم، معناها في الصندوق تحطوا فيه الزبدة وظاهرة كل 25 غرام وحدها. تابليت الشوكولاته هذايا اليوم باش نستعمل متعدده الاستعمال، دونك ال 100 غرام هذوما شوفوا شنو باش نستعملها انا، باش نحلو تابليت الشوكولاته وباش نقسموها على 2 ولا على 3. دونك البارتي الاولى هي اللي باش نحطوها في الميلونج نتاع البراونيز، البارتي الثانيه هي اللي باش نكهوها بها، والبارتي الثالثه اللي باش نزينو بها. لهنا حبيت نشكر كل من كتب لي كومنتير في الفيديو متاع العودة، ربي يخليكم، بارك الله فيكم، يعطيكم حتى يرضيكم. صدقا انا محظوظة برشا عبيد في القناة متاعي، ان شاء الله يا ربي خاطري شبهولي، لقيت برشا ناس مرت بالتجربة اللي مريت بها انا، وان شاء الله ربي يقوينا الناس كل. وشكرا شكرا شكرا والله العظيم من قلب قلب قلبي، وان شاء الله يا ربي ما نخذلكمش، وان شاء الله ديما تلقاو الافادة. خلينا خبز الذرة كما قلت لكم ترتاح، ولهنا باش نتعديو باش نعملو البراونيز نتاعنا اللي مكوناته زادة
ثلاثة كعبات عظم باش ناخذوهم. لهنا السكر خلطنا بين السكر الابيض والسكر الاسمر، هذاك راهو البراونيز، هو زادة يستعمل فيه السكر الاسمر ممسوح بيه اكثر من السكر الابيض، اما انا عملته الحقيقة للحلاوة متاع الصغار. هذوما باش نحطوا عليهم الثلاثة كعبات عظم، باش نحطوا عليهم خمسة مغارف، مش كبار، متوسطين. المغرفة متاعي متوسطة، مش مغرفة كبيرة كبيرة، متاع السكر، خاطر ديجا باش نكوه برشا حاجات اخرين تبدا سكر. وديو نقصوا لوليدكم، ما تحطوش كل حلاوه 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 حلاوه، بشويه بشويه هما يستنسوا زاده ينقصوا في كميه السكر. كما شفتوا عملت خليط بين السكر الابيض والسكر الاسمر، تنجموا نتوما راهو تستعملوا السكر الابيض فقط ولا السكر الاسمر فقط. وكل عاده ان نركضوهم بالكدا بالكدا حتى يتحل السكر هذاك، خاطر قلت لكم راهو سكر خشين. بعدكش باش نستعملوا الخليط اللي عملناه، كما ريتو عملنا الزبده والشوكولاته وربع تاع الشوكولاته هذيك، باش نستعملوهم وباش نشوفوا المكونات معناها الجافه شنو. لهنا بالمغرفه ريتوها المغرفه هذيك، زادت خذوا انتوما مثلا مغرفه وقيسوها قداش تهز، تهز 25 غرام، تهز قداش معناها من الكميه، باش نجموا حتى بالمغرفه تقيسوا. هما الاغلبيه يقول لك المغرفه القيس نتاعها 25 غرام، مي انتوما قيسوا وحدكم خاطر المغارف تختلف. دونك هذه هي ظروف التصوير الفارينه، نخلطوا الفارينه نغربلوها ونخلطوها ننظفوا الدنيا ونعاود ونرجع لكم. دونك هذه هي كيفاش واحد كي يخدم من عمل عملا فليتقن، هذا هو هذه ظروف التصوير. حبيت نخلي لكم لهنا باش تشوفوا معناها كل خدمة فيها تعب، وكل حتى مسؤولية الأم فيها تعب، حتى نعرفش أي إنسان يعمل خدمة في الدنيا هذية راهو لازم يتعب فيها، أما لازم يتقنها، خاطر كي حاجة يتقنها حتى من ربي سبحانه يبارك فيها. باش تجيكم التصويرة مزيانة، عاودت نظفت الدنيا وما خليتها لكم باش نقول لكم راهو، خاطر مش سهل باش تصور فيديو. ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ملا كومنتريت وملا نعاود نرجع وملا تشجيعات. والله العظيم ما كنتش نتصور الحقيقه اللي اول فيديو، وبالحق بعث لي زوج تنبيهات هو راهو اليوتيوب، واليوتيوب معنا رغم عن انف الحقيقه باش نتوما تتجاوزوه وتطلعوا الفيديو هذاك بالفيو هذاك. ان شاء الله يا ربي ديما انتوما كيما طلعتوا الفيديو، ان شاء الله يا ربي ديما اساميكم عاليه في خدمتكم في دياركم في قرايتكم في كل شيء، ان شاء الله ربي بنجيح ليكم ولوليداتكم ولصغاركم ولكلكم لكلكم، وكينكم قنوات ان شاء الله يا ربي زيدا بنجاح في خدمتكم. دونك الفارينه لهنا قداش باش نستعملوا قولوا لي يا شاديه. الكيس نتاعي هذاك زيدا هذيك ديما نخدم به، ديما نخدم به هذيك الكيس نتاعي من دونك لهنا باش نستعملوا كيما نقولوا 75 غرام، معناها الكيس غير ربع عملت فارينه بيضه، وال 25 غرام هما اللي باش نستعملوهم الكاكاو المر، المر مش هوك اللي بالسكر، المر. البراونيز ما تستعملوش فيه الكاكاو اللي بالسكر، ما يجيكمش يتحرق ولا يتحرق وما يجيش فيه، خاطر البراونيز لازم في شويه طعمتك الكلوحيه نقولوها احنا. دونك الكاكاو زيد غربلوه، خاطر الاغلبيه نتاع الكاكاو تلقاو فيها حبيبات، هي الشوكولاته من الناس اللي تشد معناها تشد ندا اكثر من الفارينه. دونك لهنا هذه الفقره المفضله عند الناس كلها، هو كي تبدا الدور والميلونج نتاع اللون هذا، شكون يحب اللون هذا، شكون يحب الخريف مع الالوان هذه مع الشوكولاته. ان شاء الله يا ربي نعملوا برشا حاجات، ان شاء الله نشجعكم وتشجعوني بيان سور باش نعملوا برشا حاجات لوليداتنا، باش نذوقوا برشا حاجات، باش يكون هكا عنا انا نكون عندي حافز باش نصور لكم ونفيد روحي ونفيدكم، وانتم زيد يكون عندكم حافز باش تفرجوا في الفيديو وتقومي، مش تفرجي في الفيديو وتقعدي كيك، تقومي تعملي الحاجه اللي نعمل فيها انا. هذه هي المصاحبه اللي حكيت لكم عليها، ونمريو بعضنا هكا، وباش يا ربي تكون المسؤوليه نتاعنا هكا زيد، لا انتم ضيعوا وقتكم تفرجوا في الفيديو نتاعي وناخذ من وقتكم بلا فايده، ولا انا زيد نضيع من وقتي ونعمل فيديو على حساب صغاري وما تكونش فما فايده. دونك هذه هي الحياه، تتعلموها
القاعدة هذه خوذ وعطي وعطي وخوذ. دونك هذه هي ريتوها جبت توا بعد ما خلطنا بالقداء الفارينة والكاكاو والميلونج السائل، جبنا اكل مغرفتين زبدة هذيك وربع الشوكولاتة. الشوكولاتة يلزم فوندانتي البنات لهنا توا نوريه لكم السوم نتاع هذه راهي ميم با ان اورو، لازم قابلة للذوبان معناها على الغاز ولا حتى تعملها شوية ماء سخون وتحطها فيها في سما تذوب. هذه هي تعطي بنة البراونيز ونخلطوا زيادة بالقدا بالقدا باش يتمازج اكل ميلونج كله مع بعضه ونشوفوا بقية المكونات شنية. وتقولوا لي لهنا البنات شنو انتم تعملوا في الكوتي متاع صغاركم، عندنا تاخذوا مثلا كما انا معناها مزات نواصل معكم الطريقه نتاعي، مرتين في الجمعه هذيك نتاع الويكاند وحدها، ومره في الجمعه نحضر لهم مثلا جوتي مرتين ولا مره في الجمعه حاجتين مختلفين، ووريكم كيفاش نستحضر بيها ويبقاو لي كيكسوا فطور الصباح كيكسوا فطور العشاء كيكسوا واحد يروح مثلا بكري ويحب ياخذ بوتي. دونك كل شيء يبدا ان شاء الله حاضر. هو شويه تنظيم وقت شويه مع جيستيون تاع فلوس زاده وبرشا كوراج، خاطر الام كي تبدا هكا باخله يحب لها برشا كوراج باش تعمل الحاجات هذوما وتنظم وقتها. فما اللي بالستيلو بالورقه، فما حتى اللي تنظم بالمخ وبالقلب زاده هكا كما احنا نقولوا، تبدا قلبك ما يعطيكش على اولادك باش ياكلوا حاجه من الشارع، يكون لك حافز برشا باش تعمل الحاجات هذوما. حطينا الخليط الكل في اللي باش طيبوا فيه، من المستحسن يكون حاجه مسطحه معناها ماهيش، خاطر ما يلزمش يكون عالي برشا البراونيز وما يلزمش زاد يكون من فوق منظم برشا هكا، تنجموا تعملوا فيها زيكزاك اي حاجه هكا تكون عشوائيه. توما قعدنا كان اكل 50 غرام هذوكم اللي عملنا بهم الجوتيه المره الاولى، خلينا منهم شويه بوفريوه باش نحطوهم مع البراونيز هكاكا كما قلت لكم كي تمشي وتقضيو الحاجه. نقسموها ونجموا نستغلوها في حاجتين، الشوكولاته زاده هذه البارتي الثانيه باش نحطوها هكا مكعبات مقصوصه مش جويده برشا، كي تيب بعد هكا تقعد ذيبه تجي طعمتها ومنظرها مزيانين برشا. هذه هي اليوم الحاجه اللي عملناها والحاجه اللي ديما نشجعوا بعضنا باش نعملوها، نمشي ونقضيو ناخذو صوم نقضيو بها نعملو بها حاجتين ثلاثة نتبادلو بهم، معناها نهار نعطيهم براونيز نهار نعطيهم دروع الصباح، نجمو نعملو حتى ثلاثة حاجات ان شاء الله. برشا فيديوهات توجيكم ونتشجع بكم تشجعوا بيا. مقعدنا تو الفور سخون، انا نحط الفقولة ما نحطش المروحة الحقيقة تظهر لي هكاكا خير تيب بالقدا، بليومين هو نفس الوقت يتيب خاطر نفس الكونتيتي حطيناهم، دونك اقتصدنا زيادة في الضوء. تعرفوا انتم تو قداش سوم الضوء تو نحكيو عليه نهار اخر تو احنا ولا غالي على الاخر الضوء هكا كي طيبوا حاجة بالاقتصاد. ومر الوقت صغار توا باش يمشيو يقراو توا، واحنا في الوقت هذاك باش نكملوا الخدمه نتاعنا. نظفنا الكوجينه بعد الخدمه هذيك زاده باش بعدك نقعدوا نركزوا مع اولادنا نشوفوا شنو قراو شنو ما قراو شنو فيها بيس، كين كل مره صغار والكبار تشوفوا كراسهم تشوفوا شنو عندهم، تفركسوا تليفوناتهم كراتبهم شنو في جيوبهم. هذيك هي الامره مش هو معناها ولدي وصل 13 سنة ولا 17 سنة ولا حتى 18 سنة باش نعطيه الحرية المطلقة دونك الأمهات تعرفوا كلهم اللي الموارئيات هذيك، فما حاجات نطلعوا عليها باش نشوفوا أولادنا وربي يحفظ وليدتنا الكل. والموضوع هذا زادة تو نحكيو فيه زادة على المراهقة على شنو صاير توا على هالدنيا الصعيبة هذه الكل.
تو قال لي كان نوريكم النتيجه نتاع هاد الساعه ونص هذي شنو انا جمله نعملوا فيها شنو هو النتيجه الروعه اللي كانت والبنه اللي كانت، وخاصه تعلمنا اللي مرات عنا حاجات نخبوهم في الفريجيدير نلقاوهم نهار اخر، تعلمنا كي نمشي ونقضي حاجه نجمو نقسموها على حاجتين، تعلمنا كي نمشي ونقضي وزاد حاجه يبدا في مخنا شنو باش يعمل. دونك هذايا انا ملي مشيتش نقضي الصباح تو نهزكم معايا ونوريكم كيفاش معناها نحط في مخي شنو باش نقضي وكيفاش باش نقضي، وحاجه خاصه نبدلو في العادات نتاعنا نتاع الماكله. نخليهم يبردوا شوية، خاصة خبزة الذرة لازمها تبرد باش نجم تقصوها سينو تتفتفت لكم. وكملت الكوجينة، أنا نظمت الكوجينة وكل شيء باش ما يكونش كل يوم فيها كاروتين تحفيز متاع تنظيف وتنظيم. إن شاء الله إن شاء الله باش تكون مروحة في معناه في الفيديوهات، ما يكونش باش تلقاو نفس الحاجة اللي نعودها كل يوم إن شاء الله بقدرة الله السميع العليم بيان سور، وبتوفيق من عند ربي وبتشجيعكم أنتوما وإن شاء الله ربي يفضلكم. هذه هي خبزة درا، خليتها بردت انا مش اما مش برشا 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 باش ما ضيعش برشا وقت. نحطوها في الطبق، شفتوه الميلونج نتاع الدرع واللون نتاعها نتاع الدرع والشوفين كيفاش تجي هكا اللون الغامق نتاع الدرع هذاك يمشي شويه فهمتوني يبهيت، والدرع طعمته كان تعطيه لصغار يحط يقول لك معناه باش نغص به ولا كالح، اما صدقوني جربوها مع شوفين وتو تشوفوا النتيجه، وخاصه طعم زيت الزيتونه كان يكون كم تاع العصر الاول. ما تقولوليش ما عنديش وما عناش والدنيا صعيبه وكل شيء، الحمد لله روحت لتونس وريت الحمد لله الناس الكل في خير ونعمه، الناس الكل في خير ونعمه. دونك الناس الكل تنجم تعمل لوريستات هذوما كيك سوا لهنا وكيك سوا في تونس، الدرع موجود لبنات لهنا في اي مجزره اسلاميه خاصه عند المغاربه والتوانسه بيان سور يجيبوه، خاصه المغاربه يجيبوه الكل، وهذايا راهو في فرنسا نتصور خير من اللي في المانيا خاصه وفي ايطاليا، الحاجات التونسيه نلقاوهم معناها بصعوبه، اما انتم في فرنسا عاده عندكم هذوما معناها حتى في الحوامه نتاعكم. احنا يلزمنا نمشيو شويه باش نلقاو الحاجات هذوما. البراونيز زادا خليناها هكا، البراونيز ما تبردش بالكدا قصوها باش تشوفوا كيفاش تبدا ذايبه. الشوكولاته هذوما قداش ينجموا يشدوني، نجموا يشدونا من نهارين ثلاثه ايام معناها فطور صباح وكي الويكاند واللي يجوع واللي يهز ميريندا معاه. فما حاجه من الحاجات اللي نحب نشريها، الحاجه عرفتوها كالاله اللي تسكر هذيك تبدا تتعلب الحاجه وتسكرها وتخليها سوتو فوتو كيما نقولوا، هذيك الحاجه نحب نشريها باش حكايه نجم الصغار يهزوا الميريندا نتاعهم تكون هي معلبه وتكون زاده ما تمسخش لهم، وخاطر كي تبدا معلبه تبدا صحيه اكثر، وحتى قدام صحابهم معناها حاجه حاجه فريسكا معناها. دونك هذه هي اليوم شنو عملنا، ان شاء الله الروتين عجبكم، ان شاء الله الفكره عجبتكم، ان شاء الله تجربوهم، خاصه قومي نحي التليفون نتاعك ومشي غدوه الصباح اقضي وعملي الميرندا لوليدك. الروتين المسائي خاصه ننصحكم 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 باش يكون لولادكم، باش يكون قرايه لولادكم اللي تقري وتعاون، واللي ما تقريش وما تعاونش ما نحطوش الماشينة تتغسل متاع المعون ومتاع الصابون والاسبيراتور، يلزم هدوء يلزم هما يراوك اللي انتي منظمة باش هما يكونوا منظمين، اعطيو من وقتكم لو ماكسيموم لقراية ولادكم، انفستيو في قراية ولادكم ان شاء الله هي هو اللي باش يعوض لكم كما قاعدة نعمل انا. دونك توا باش هكا ما هما قراوك الساعة انا نعمل لهم ساعة وبعد ترتيحة، ونحط لهم الحاجتين هذوكم الزوز يذوقوا منهم النهار الاول. وبعدك اش نبدا، خاصه الدرون نحب نعطيه الصباح، هنا تعرفوا انتوما معناها الصباح منصوح برشا 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 باش نعطيه معناها الحاجات اللي مشي كيما القمح ولا الشعير نشويات، دونك نجمو نعوضوهم بالدرع ولا الشوفين اللي نجمو نعملوهم مش خبز الدرع، نعملوهم كما عصيده كما معناه البوزه والمكسرات اللي ان شاء الله ان شاء الله باش نعملو منهم برشا حاجات، خاصه اللي عندهم ولاد في عمر هكا معناه
لا دوليسونس هذوكم هكا باش يعطيوهم شويه طاقه ويركزوا، خاصه صغار وكبار لازم يركزون. دونك نلقاو حيل باش نعطوهم المكسرات، وكيفاش نجموا كل مره هكا ندبروا شويه نشريوهم ونعملوهم في حاجه هم يحبوهم وياكلوهم. كيفاش استحفظت بهم؟ استحفظت بهم بالطريقه هذيه، ما تحطوهمش في الفريجيدير، دونك الدنيا بارده على الاخر. احنا عنا راه ما نعرفش في تونس كان سخون نحطوهم في الفريجيدير مش في الفريكو، في الفريجيدير احنا نحطهم البرة في معناه في الخزانه، تحطوهم زيادة تبداو اما محكوم مسكرين بالقدا، معناه الحكه هذيك تسكر بالقدا بالقدا. وهكايا كان فيديونا، ان شاء الله رقلكم، مش نتلقى في فيديو اخر. وبارك الله فيكم الناس كلها على تشجيعكم وعلى الكومنتات المزيانين. ان شاء الله نتلقاو في فيديو مفيد اخر. بسلامة، الى اللقاء.